الحصاد أن يرسل ما أسس سموات تكري ضيقما أيها الرب إلهنا، ادخل عبدك الراهب إفثيميوس إلى حظيرتك الروحية واحصه في راحتك. أمام بشارة مخلصنا. بعد شوي الأبونا بده يقول الأقداس تعطى للآب القدوس أن نحيي في هذا اليوم ذكرى صفيك القديس شربل، فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالا وشفيعا ونحرز نظيره من الاتحاد. ناء الملكوت فين اخوتي؟ بتمنى بكره يوقف محلي. يومي أبانا يا ساهم في إنجاح هذا المهرجان. إن الحضور المميز لرئيس مركز التعايش الديني ومفتي القوات المسلحة الأردنية يجسد إرثنا الحضاري وموضوع والدفابر والأطفال والجند والعساكر وتسطرون شهادة ما وصل إليه أصحابه الكرام من أذى في أنفسهم وأموالهم في مكة المكرمة، فأراد أن يؤمنهم فوجههم إلى احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وهو حقيقي أن يؤتي الأحياء والموتى نعيما ونعمة. عطاء باستمرار، مو نعطي مرة واحدة فقط كأنه علينا ثقل، كأنه علينا هم، وإنما نعطي دائما لكل من يحتاج.